أنا معايا الدكتور سمير فرج، اللواء الدكتور سمير فرج، وهو المفكر الاستراتيجي والخبير الاستراتيجي الكبير. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. ألو دكتور سمير. مع حضرتك فن. مساء الخير. أنا مش سامع الصوت هنا خالص، لو بس تساعدونا بعد إذنكم. أنا سامع حضرتك يا فن. دكتور سمير معايا؟ معاك يا فن، معاكي. ألو. طيب دكتور سمير سامعني؟ انا لسه مش سامعه لحد ما نحل الجزئيه دي. برحب بحضرتك طبعا في برنامج الخلاصه وقراءه حضرتك للمنتفعين اليوم واللي من مصلحتهم، اكبر الاطراف اللي من مصلحتها استمرار آلة الحرب في قطاع غزه. طبعا هي اسرائيل بالنسبه لنتنياهو، الراجل ده قلنا من اول يوم مش عايز سلام، لان لو حصل سلام معناه انه هيخرج من الوزاره وانه هيتحاكم لانه عنده 3 قضايا فساد وهيخش السجن، ولذلك هو بيحارب ان احنا نوصل لسلام. النهارده مصر كانت مقدمه نقول افتراض او حل للوصول الى سلام. العمليه وقفت على اساس ان حماس طالبه ان يتم وقف اطلاق نار دائم، وان هذا الوقف اطلاق النار دائم بان هو بتؤيده او بتدافع عنه او بتحميه 5 دول اللي هي امريكا ومصر وتركيا وروسيا وقطر. دول الخمس دول اللي حماس طالبه انهم يضمنوا اتفاق وقف اطلاق النار الدائم. طبعا نتنياهو مش عايز هذا الكلام، وعشان كده النهارده بيصعد المشكله اكتر، بيضغط على حماس وهيقتحم رفح، كل ده بهدف ان حماس تتنازل. هي دي النقطة الوحيدة في موافقة على المبادرة المصرية، انما طبعا الاعداد كم من هنا وكم من هنا، ده كل ده نجوش بالقابل للتفاوض ان الفلسطينيين يرجعوا للشمال ولا لا، كل دي نقاط فرعية. لكن النقطة الاساسية النهاردة في قبول اسرائيل لهذا الحل، وهو ان حماس طالبه وقف اطلاق دائم، والا حماس بتقول انا هعمل 3 مراحل زي ما انتم طالبين، هسلم الرهائن اللي عندي وبعد كده ما فيش في ايدي حاجه. فهي دي النهارده المشكله اللي باقيه، وان حماس مفروض الوفد بتاعها جاي بكره مصر يقدم الراي النهائي في المبادره المصريه، وكلنا مستنيين ماذا سيتم خلال الفترة القادمة. طبعا نترقب الوصول الوفد حماس، لكن استوقفني حضرتك وانت بتقول العملية العسكرية اللي هتحصل، يعني تعتقد او تشير الدلالات او تشير المؤشرات اللي تأتينا من رفح انه العملية هتحصل؟ طب وهل الجهود الدولية لوقف العملية دي او انقاذ الموقف في اللحظات الاخيرة هل ممكن تؤتي ثمارها؟ طبعا النهارده في جهود دوليه. اولا امريكا بترفض هذا الاقتراح، هذا الاقتحام، لان هتبقى مجزره بشريه في رفح. اثنين، انت شفتي طلبه الجامعات لاول مره، لم يحدث في امريكا طلبه الجامعات تخرج من ايام حرب فيتنام. 40 جامعه، السوربون امبارح، في كندا، في استراليا، هناك ضغط دولي على نتنياهو وعلى اسرائيل انها تقوم بمثل هذه العمليه. ولكن التصعيد دلوقتي، معلش انا بختلف مع كل الاراء، التصعيد اللي بيتم لان اسرائيل بتضغط على السنوار حاليا ان بكره يقدم تنازلات ويلغي موضوع اطلاق ايقاف اطلاق النهار النهائي، لان نتنياهو قال لو وقف اطلاق النار معناها ان هو اسرائيل خسرت هذه الحرب وان حماس هي اللي كسبت. لكن دكتور سمير، ده كمان يعني تعديلات جوهريه في المقترح المصري او في الورقه المصريه اللي بتصب في النهايه لصالح وقف اطلاق النار، هل يمكن التوصل لاتفاق ما مع استثناء جزئيه وقف اطلاق النار؟ ما هو ده اللي احنا مستنينه. وبعدين ويليام بيرنز النهارده موجود في اسرائيل، كان في مصر طبعا انت عارفه، وطلع من مصر امبارح على قطر، ومن قطر النهارده موجود في اسرائيل، وهم حتى امريكا قالت لا تربطوا ان زياره ويليام بيرنز خاصه برفح، ولكن هو بمحاوله اقناع اسرائيل انها تقبل، او حتى نقول هم سموها كده بالانجليزي اكستندد سيز فاير، ايقاف نار ممتد وليس نهائي. وانت عارفه الالفاظ دي ممكن تريح كده الطرفين
عشان نصل الى حل لعدم اقتحام رفح، لكن اقتحام رفح هتبقى مأساة إنسانية لم تحدث في القرن العشرين أو الواحد وعشرين أن يتم تدمير هذا الحجم. عشان كده كلنا منتظرين بكرة ماذا ستسفر عنه رد رفح، وماذا سيسفر عنه الرد الإسرائيلي بناء على المبادرة المصرية. بشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي.